أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد على استمرارية العمل في وضع الخطط والبرامج الرامية إلى الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة ومواصلة تعزيز البيئة المحفزة على الإبداع والابتكار بما يصب في خدمة أهداف التنمية المستدامة وفق رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيرا سموه في هذا الصدد إلى ما حققه برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية من نتائج إيجابية كان لها الأثر في دعم وتطوير أداء مختلف الجهات الحكومية ما عزز من تنافسيتها وإنتاجيتها بما يصب في خدمة التطلعات المنشودة. جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الدفعة الخامسة من الملتحقين ببرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، حيث رحب سموه بمنتسبي الدفعة الخامسة مهنئا إياهم على انضمامهم في هذا البرنامج. وقال سموه إن ما قدمه الشباب البحريني عبر هذا البرنامج عكس إصرارهم وتحديهم للوصول إلى النجاح والتميز، فهم دائما موضوع فخر واعتزاز لنا بإسهاماتهم في صنع المستقبل المزدهر لهذا الوطن العزيز. وحث سموه الملتحقين بالبرنامج على الاستفادة من الفرص التي يوفرها لاكتساب المزيد من الخبرات وتنمية قدراتهم بما يسهم في بناء المجتمع وتقدمه. ونوه سموه بجهود القائمين على البرنامج ومتابعتهم المستمرة لتحقيق أهدافه ومواصلة تعزيز مخرجاته على مدى 4 دفعات متتالية، مؤكدا سموه الحرص على مواصلة دعم البرنامج وتعزيز كفاءات الكوادر الشابة في مختلف مواقع العمل الحكومي. من جانبهم أعرب الملتحقون ببرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على حرص سموه المتواصل على تشجيع الكوادر في مختلف المواقع للإسهام بشكل ملموس في الاستمرار برفع مستوى الأداء الحكومي، مشيدين بما تفضل به سموه من توجيهات في كل ما يتعلق بتحقيق الاستفادة من هذا البرنامج.